ما شاء الله. وخلي بالك يا كابتن، يعني انت من اللعيبه اللي جمعت حاجه صعبه، يعني من ناحيه فنيه وانجازات مع النادي الاهلي والمنتخب، وكمان ناحيه اداريه، ويعني يعني مريت زي ما بيقولوا كده بالبلدي في الرياضه، ضربت في خلاط شديد شويه. والله احنا بص يعني طبعا احنا اتعلمنا كتير في النادي الاهلي. يعني انا بدات يمكن بعد بدايه بعد اعتزالي بدات خدتها من تحت من فريق الناشئين اللي هو كان جيل 84، وتدرجت بقى واشتغلت مع كابتن عاصم السعداني، واشتغلت مع كابتن جمال، وبعد كده طلعت انا اشتغلت مع اتحاد كلبه لوحدي مدير فني، وبعد كده رحت اشتغلت مع كابتن جمال شمس الله يرحمه. الله يرحمه. وبعدين كابتن جمال رجع هنا مسك المنتخب، فانا مسكت النادي الاهلي لوحدي الاماراتي وخدت بيهم كاس السوبر. وبعد كده ابتديت بقى اتجه للعمل الاداري، فاشتغلت في اللجنه الاولمبيه 8 سنين. يعني دي برده كانت كان مع سعاده يوسف خبرة سكال. كبيره، خبرة كبيره جدا جدا. فاكتسبت خبرات يعني مع المجموعه الشخصيات اللي انا اشتغلت معاها في الامارات، كمان كان ليهم وزنهم حيك. وناس عملت انجازات في الرياضه الاماراتيه بالذات، خاصه يوسف السركال. ساعات يوسف السركال كان رئيس الاتحاد الامارات لكره القدم، ويمكن الامارات ما فازتش او خدت بطولات غير في الفتره دي، في الفتره اللي هو كان موجود فيها. فاتعلمت منهم كتير بصراحه في اللجنه الاولمبيه بالذات. شاركت في عديد من البطولات العربيه والخليجيه والاسيويه، وكان ليك دور اداري فني، فبالتالي كان كنت بتشوف تروح تتفرج على فرق في جميع بقى الرياضات، بقول لحضرتك ما شاء الله سلاح وقوس وسهم. بعدين جيت بعد كده مسكت بقى مع الخبير الكوري مستر كيم، مسكت معاه القوس والسهم، ويعني مش عايز اقول لك انا كنت بقعد معاه وهو بيركب الاجهزه، لسه بيأسس بيعمل اجهزه ويقعد فتعلمت كتير بصراحه. اكيد اكيد خبرات كبيره، واكيد ان شاء الله الحمد لله مصر استفاد منها.